حيران يلعب كرة طويلة إلى حسن عبد الكريم، شوف المتابعة خطيرة، عرقلة موجودة وركلة جزاء، ركلة جزاء، نعم هي ركلة جزاء عراقية. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. تشاهد، تشاهد الفار له قرار، تعال انت واحسن، تعال انت وشوف القرار لك سيد الحكم. تقنية الفار، ماذا قرر الفار، ماذا سيقرر؟ هاي شوف لي اياها، عيد لي اياها مشاهدنا الكريم. الاساتذة الكرام في استوديو التحليل، لا هناك لمسة يد من قبل ما توصل الكرة الى حسن، هذا اللي يتحدثون عنه، هذا اللي صار بحسابات اخرى، اللي دخلنا بدعوات اخرى. هل هو خطأ للعراق ام هي ركلة جزاء؟ كرة بلمسة يد لهيران احد، قطعت بهاي الطريقة. خلينا نشوف، فاول، فاول للأسف، ما اعتقد احتسب ركلة جزاء، ما احتسب ركلة جزاء. الكرة ترفض ركلة الجزاء، ترفض فوقية، كرة خطأ للمنتخب الأردني بلمسة يد.